عشرات المحطات العشوائية انتشرت بالشوارع والأحياء وأمام المحلات التجارية تبيع الغاز المنزلي والبترول والديزل. كل المحطات غير مرخصة كما أفادنا مالكوها، ولا توجد إحصائية رسمية عن أعدادها في مدينة تعز حتى الآن. جاهزين الترخيص، متى يكون في ترخيص؟ بنرخص طوالي، بنعتمد منتقد دولتنا بس نشي ترخيص، بس للآن اسمه بالمحروقات ما بترخيص. بالنسبة لمحطات الغاز ومحطات البترول، هي عبارة عن قنبلة موقوتة حاليا، جميعها مخالفة وتمثل خطورة قد يعني مهددة للانفجار في أي لحظة، خاصة نحن نعيش حالة حرب. المدينة تستقبل القذائف. من حق السكان أن يخافوا من هذه القنابل الموقوتة التي لا تتوفر فيها أبسط وسائل السلامة، وتحشر الخزانات تحت الأبنية بشكل خطير، فإذا ما انفجرت فستدمر الحي بأكمله، وخاصة مادة الغاز. أما البترول فلا يختلف كثيرا مع تعبية الشاحنات لآلاف اللترات إلى المحلات التجارية، وتحفظ في خزانات المياه. وأبناء تعز قد خبروا هذه المادة الخطرة عندما استهدفت ميليشيات الحوثي منشأة سد الجبلين، وانفجرت آلاف الاسطوانات المعبأة بالغاز. أما الجهات الرسمية فتقول أنها لن تترك الفوضى بهذا الشكل. شكل خطورة في أي وقت، وإحنا قبل أسبوعين تقريبا كان في اجتماع معنا مع الأخ وكيل الأول محافظة تعز ومدير أمن ولا اسمه هذا الأمن والسلامة والدفاع المدني في إزالة هذه المحطات خارج المدينة إذا استدعى الوضع، لأنه مش مرخصة هي أساسا من الشركة. وفي طبعا أقل محافظة فيها محطات في الشوارع هي محافظة تعز. رغم وجود المحطات الرسمية والآمنة، إلا أن العشوائية منها تتوسع وتتكاثر وسط قلق لدى السكان القريبين منها وتحذيرات المختصين من خطرها على الأحياء السكنية إذا ما حدث ما لا يحمد عقباه. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.